وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مره ثانيه ومع حلقتنا النهارده عن التاتو. خليني بس اصبح على زميلتي استاذه هند ونبتدي حلقتنا. صباحك يا استاذه. صباح الورد. صباح الفل. ايه التاتو؟ ايه مجال التجميل؟ طبعا هصبح على الساده المشاهدين. اكيد طبعا. صباح الخير، صباح الورد على الساده المشاهدين، وكل سنه وكل ام طيبه، كل سنه وهي نبع العطاء والحنان. النهارده هنتكلم عن التاتو. طبعا التاتو ده مجال وبحر واسع جدا. كلنا فاكرين ان التاتو ده عباره عن دق وشم، طلع المفهوم متغير خالص. معانا خبير تجميلي النهارده جايلنا عشان يوضح لنا مفاهيم التاتو. ناس كتيره بوظت حواجبها بسبب ان هي واخده فكره عن مجال التاتو، بتروح السنتر او المول علشان تعمل التاتو بتاعها وهوب خلاص في اول جلسه انتهى الموضوع وحلو وتمام كده، لكن يا ويلك يا سواد يلك بعد كده. طبعا انا مش هقدر اخش في الموضوع لان احنا بجد معانا خبير من خبراء المجال التجميلي في مجال التاتو، استاذ شريف تاتو. يا مرحبا، اهلا وسهلا بيك يا استاذ شريف، نورتنا. الحمد لله. استاذ شريف، عايزين نعرف في اول يعني في اول حلقتنا نتعرف بحضرتك اكتر، وايه هي مجال التاتو؟ تمام. مجال التاتو ده يعني مجال كبير، طبعا الست في مصر مش عندها التثقيف ليه. هو مجال تجميلي بالنسبه للوش وده بالشكل الطبيعي طبعا. وطبعا انا اللي شفته في مصر يعني ده كارثة. اسمحوا لي، طبعا تغيير في خلق الله والعياذ بالله. فطبعا عشان احنا نتكلم على مجال التاتو التجميلي، هو حاجه رايقه جدا، حاجه بنظهر بيها طبيعه الست يعني لشكلها الطبيعي، مش اكثر من هو مفتعل من اللي احنا بنشوفه دوت. فالمجال التجميلي حاجه ثانيه غير الدق والوشم والدايم والحاجات دي كلها، لان ده يعني بيخش من اطار طبيعي للست نفسها. تمام. كتير جدا طبعا بيسال، هل التاتو حرام ولا حلال؟ والله يختلف في وجهه النظر برضه. هقول لك انا الحلال والحرام ازاي. هو طبعا ربنا سبحانه وتعالى نهى عنه، يعني لما نقول سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام من 1400 سنه بيقول الاسود حرام، اللي هو مكروه بالنسبه مثلا للشعر او للملابس او اي شيء. تمام. لما نقول هو اختلاطه في الدم ده غلط، لان عندنا مثلا من الالوان السوداء دي بتعمل تفاعل مع الدم، ممكن يسبب سرطانات حمضيه او حاجات من لان الغده الليمفاويه مسؤوله عن سحب الاحبار في الجسم نفسه. فطبعا ده غلط. يعني لما نيجي نقول مثلا الاسود ده هو بيستعمل لو هو هاي كوبي، يستعمل في الجلد الصناعي وليس على الجلد الادمي. لانه على الجلد الادمي بسبب الشتات دوت في الدم، يعني يكون عندها ايه اضراره؟ طب يا استاذ شريف، سرطانات حميديه طبعا، ممكن من تفاعل الحديد والكربون والحاجات اللي فيه كلها، فده طبعا بيفرق. فطبعا المختص لازم يكون عنده معلوميه لكده، وده اللي انا عملته. يعني حاولت ان احنا بنعمل نخبه دلوقتي نعلم الناس ايه الطرق السليمه او المظبوطه لمفاهيم مجال التاتو التجميلي. يعني تمام. مش الدق والوشم والدايم، لان دي افكار مش مظبوطه. هم فكرهم ان الدق والوشم ده هو ده التاتو يا استاذه هند، من اول جلسه خلاص مركبين القديم على الحديث. تمام. ده ما ينفعش. القديم على الحديث ده ما ينفعش، اللي احنا الفكره غلط اساسا. لازم القديم ده ينحي لورا خالص. تمام. عشان الحديث يخش والناس يكون عندها الثقافه. يعني الست المصريه ده اللي انا بحبه، ان يكون عندها الثقافه للشيء، مش داخله بس تقول انا ممكن لو سمحت عايزه دق عايزه وشم، ده غلط. انا هتعامل معاك ازاي؟ لازم انت تسيبي نفسك للطبيعه، عشان ده اللي ربنا امر بيها، ان الزينه محلله ليكي بس بالطبيعي مش بالافتعال. جالك انت مشاكل كتيره عن موضوع التاتو ده؟ طبعا. انا يا فندم بقالي اكتر من 27 سنه يعني اخر 8 سنين دي قفلتها على نفسي في مصر، اللي هو في القاهره، سبت شرم الشيخ وروسيا، قلت انزل بس انفع بنت بلدي، يعني عشان الست المصريه يعني الثقافه طبعا ده بيبقى صعب. صعب. ايوه صعب عليها ان احنا نلاقي النهارده الموازنه لليله، المختص والست المشكلتين بينهم. يعني المختص ما عندوش مفاهيم المهنه، لا. والست ما عندهاش ثقافه الليله عشان هي تظهر. فكرت حضرتك تفتح اكاديميه تعلم فيها؟ والله ده اللي بجري فيه دلوقتي حاليا، يعني ده اللي احنا بنعمله ان شاء الله. ان شاء الله انا عامل جروب دلوقتي على الفيس، ده اسمه جروب النخبه، نخبه التاتو، مع طبعا اصدقاء وزملاء ليا وناس كويسين جدا في المجال وخبره عاليه. فدول باذن الله هنحاول ان احنا نطلع جيل يفهم، او جيش مضاد للجيش اللي موجود دلوقتي، اللي هو على الساحه دلوقتي، اللي هو ملوش عايزه ده. استاذ شريف، دلوقتي احنا من مخالطتنا للسيدات وكده، كانت بتروح للكوافير. تمام. من اول جلسه وتعمل حواجبها وتمام تمام كده. احنا لما رحنا لحضرتك وقلنا بقى ايه لازم يعني نشوف بقى التاتو بتاع استاذ شريف، عملنا اول جلسه
بس التاني من اول جلسه ما ثبتش التاتو. آه ليه بقى؟ تقدري عايزه تقولي ان الحواجب ليه مش ثابته من الجلسه من الاولى؟ من الجلسه الاولى لان طبعا اللون بيبقى يعني بناء طبقات، يعني احنا بناخد اول جلسه نعمل عليها مثلا وزنه ل 20 يوم ونقول الشهر الرابع، هو المفروض 45 يوم. تمام. عظيم، لان ال 45 يوم دول اكتمال الشفاء او الجلد اتعافى فنقدر نشتغل عليه تاني. تمام. طبعا عشان انا اقعد اقول مثلا الجلسه الثانيه هي التثبيت، اقول لك هي التثبيت، لان دلوقتي الدم اتعرف على الحاجه. وعلى فكره يعني بالمناسبه بقى هو ملوش الم، يعني ألمه بسيط اللي هو محتمل لا أكثر ولا أقل. تمام. فطبعا أنا بالنسبة لي عشان أنا أشتغل لازم أنا أعمل حاجة موازية للجسم، مخاطبة الجسم نفسه. إيه القشرة بقى اللي بتنزل من الحواجب؟ ما هي القشرة دي نتاج، نتاج زي إيه؟ يعني إحنا بنقول مثلا الجرح بتاعك في الإيد هو مثلا ممكن يكون اللي هو نفس الجرح نفس القشرة اللي في الإيد نفسها، فدي اللي بتحدد طبقات اللون اللي بتنزل على الجلد نفسه. تمام. يعني بناء طبقات للون. فبيبقى مراحله مثلا من جلستين لتلاتة على حسب نوع البشره بقى. تمام. ونوع لون البشره، ولان احنا المناخ في مصر مش مناسب للاحبار اللي بتيجي حتى من بره. لازم يكون احبار مختصه في موضوع الحواجب بالذات او الشفايف بالنسبه مثلا للتوريد، بالنسبه للايلاينر الحاجات دي. تمام. استاذ شريف، هو في تاتو ثابت او بمعنى اصح مؤقتا؟ ما هو بيحب لا هو مش اسمهوش مؤقت. هو مؤقت دي اسمهوش مؤقت، هو اسمه شبيه بالدائم بمعنى بيرمننت سيمي بيرمننت. بيرمننت ده اللي هو حاله دايمه اللي هو داخل الطبقه الثانيه للجلد اللي هو اللون اتحقن فيها للدرجه الطبقه الثانيه. السيمي بيرمننت ده على الطبقه الاولى وبنائها للطبقات نفسها. القشره هي اللي بتحدد لون الحاجه بالنسبه للطبقه الاولى. الطبقه الثانيه طبعا ثابت لانه بينزل طبعا هم بيحطوا الوان سوداء، طبعا الالوان السوداء مرفوضه في الوش تماما استثنائي بس ليها اضرار اكيد. طبعا يعني لما نتكلم مثلا في احنا قلنا الاسود بيخش لو دخل للطبقه الثانيه لو هو مش طبيعي يعني الاوريجينال طبعا ده بيفرق كتير في الجسم، بيعمل الغده الليمفاويه بتبدا تسحبه جوه. تمام. ده اللي في الحرمانيه. احنا معانا صور حضرتك حالا من التلفزيون. صور هتتعرض على الشاشه. حاجه ممتازه وشغل ممتاز بجد، يعني بنحاول نطلع احلى ما عندنا الستات. يعني لا انت بتلاقي كمان في حواجب بتبقى لونها اسود رمادي فعلا، وتلاقي الحبر بدا يبهت على الوش ويدي منظر الوش مش حلو. ده هو مش الرمادي لوحده كمان، ده يعني اخضر وازرق. اخضر وازرق. طب بصي الاخضر ده يعني انت متخيله ان الحواجب بتبقى خضراء تدخل كده؟ ده دي نسبه الدم عاليه في اللون لان حبساه مكانه ماسكاه كده مكانه، فطبعا متجلط من ورا الايه اللون، فطبعا كده بيخش على الاعصاب الليمفاويه جوه او تسحبه جوه طبعا. طبعا ده لو مش هو طبيعي او معمول بالطريقه المفهومه بتاعته او الصحيحه، لان انا بعتب على كل زملائي اللي بيطلعوا يتكلموا بس في موضوع عامي بسيط خالص، بس ما بتكلمش في فنيات الشغل واصله لفين عشان الست تتثقف ليها لتدخل للموضوع. لا انا عايزها مثلا ما تخش عندي تبقى جاهزه عندها المعلومه وعارفه بتعمل ازاي، لكن انا الخط الفتره الاخيره دي كلها شرح. انا قلت عايز استثمر الشرح ده في حاجه تكون تفيد الناس. انت يعني بتكلمني دلوقتي انا مش حاسه ان انا قاعده قدام خبير تجميلي، ده قاعده قدام دكتور. بيشرح طبعا النفسيه بتفرق في الكلام. شريف بيكتب كمان الدواء بتاع الحواجب. يعني مش مجرد كده، احنا بالنسبه لنا كده تجار السعاده. خدت بالك للست يعني احنا عايزين تاجر بالسعاده، السعاده كويسه، ويبقى بيننا هنا في مصر المنافسه الشريفه. مش المنافسه ان انا احارب ازاي او اعمل ازاي، لا ما انا لازم ادرس واشوف الوضع ده بيمشي ازاي، لان ممكن اذي غيري. فطبعا الاذيه دي ما تنفعش. سمعنا كمان عن مفهوم اسمه الميكرو بيلدينج. مايكرو بليدنج. شفت بقى طبعا الثقافه بقى، فاهم انت؟ مايكرو بليدنج. نعم. معانا مداخله. الو 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 استاذ اميره. الو الو ايوه استاذ اميره، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك، نورتي اسرار الحياه. ميرسي، ربنا يخليكي. اهلا وسهلا بك. انا كنت عايزه استفسر بس عن حاجه. اتفضلي. ايه الفرق بين التاتو الدايم والمؤقت؟ وهل اعرف ازاي الماتيريال اللي بيستخدمها خبير التاتو اذا كانت كويسه او لا؟ تمام تمام يا استاذ اميره، اشكرك. جاوب.
هندخل على المداخلات. طبعا احنا قلنا المؤقت ده هو بيبقى داخل الشبيه بالدائم السيمي بيرمننت اللي هو للوش نفسه اللي هي التفاصيل الست اللي الطبيعي لوشها. فاحنا لما نقول مثلا نوع الاحبار ايه، يبقى عندنا احبار بنيات دي بتتصنع من اشجار البن عشان تدي درجات البني اللي احنا بنقول عليها اللي بتنزل حسب طبقات الجلد نفسها. تمام. فطبعا لما نقول ثلاث جلسات يبقى معناه ان البشره محتاجه يعني ليفل اعلى ليفل اعلى وهكذا. هي طبعا ممكن ما تعملش ثلاث جلسات على ورا بعض، هي ممكن حسب البشره نفسها، لان احنا البشره بتتقسم لكذا نوع حسب الاحبار اللي بتمشي عليها. يعني قمحيه مثلا يبقى ليها تركيبه لون لوحدها، بيضه ليها تركيبه لون، وحسب درجه القشره عندها هي اللي بتحدد الليله دي. فاحنا بنقول المؤقت هو شبيه بالدايم بس مش دايم. لكن لما نقول في الحواجب، الحواجب بالذات نستثناها من الموضوع، هي والشفايف عشان بيمشوا جلسات لان الجلد فيهم متغير. يعني الجلد في الحواجب متغير. طب نعرف البشره الدهنيه ازاي بقى؟ عشان ده السؤال المهم اللي عندنا بقى شخصيا. يعني برضو البشره بتفرق. طبعا البشره الدهنيه هي اللي فيها مشاكل المايكرو بليدنج اللي حضرتك سالتيني عليه. لان المايكرو بليدنج نزل بست تقنيات مش تقنيه واحده بس. طبعا التقنيه لما نزلت، يعني لما تيجي واحده مختصه دلوقتي تقول انا شغاله في التاتو، حضرتك بتشتغلي في ايه؟ بعمل مايكرو بليدنج. وبعدين بس برضه عايزين نعرف يعني ايه الكلمه ذات نفسها عشان برضه المشاهدين. المايكرو بليدنج ده يعني نزف او رسم شعرايه بتشريط النزف اللي هو فسافيس الدم الصغيره. ده بيبقى على الطبقه الاولى بس سطحيه. وطبعا عشان البشره الدهنيه هي الوحيده اللي بتبقى معاها مشاكل مع المايكرو بليدنج، فطبعا ده غلط. يعني ما مشوش عليه، هو ليه مسمى تاني او مصطلح تاني. تمام. مش المايكرو بليدنج لوحده، لان احنا قلنا نازل بست تقنيات. فهو على البشره الدهنيه ما بينفعش، لان الكل بيسال في الموضوع ده حقيقي. وكويس انت اثرته السؤال دوت، يعني اللي هو المايكرو بليدنج ما بيمشيش على البشره الدهنيه، هو ليه مصطلح تاني او تقنيه تانيه. عشان نسبه الدهون العاليه، تبقى نسبه الدهون عاليه في وشك عاليه. لا بتسيح اللون، يعني هي بتروح تعمله وتمشي بيه زي الفل، تقول ما شاء الله حلوه قوي وبتاع ما اعرفش ايه، بس الليله كلها في الدهون بتسيحه. فهو ليه تقنيه تانيه، مثلا زي تقنيه الشادنج. يمكن تقريبا هي في حاجه في الاعداد انتوا خدتوها بالشادنج. في الشادنج بيبقى مايكرو شادنج، يعني نقط صغيره ماشيه مع بعض. فطبعا لما تيجي تعمل القشره هتبقى مفريه، ما تبقاش حته واحده او بلوك زي زمان. اتفضلي استاذه هدير. الو الو، اهلا وسهلا بيكي يا فندم، اتفضلي. الحمد لله، ازي حضرتك يا مستر شريف؟ اهلا وسهلا، ازيك عامل ايه؟ نورتيني يا فندم، نور الدنيا، ربنا يخليك، ده نورك. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. ايه السؤال؟ انا بس كنت عايزه اشكرك واقول ان انت فعلا انسان محترم جدا، وربنا يوفقك، وكفايه ان انت شغلك امين، وكفايه الراحه النفسيه اللي انت بتديها للكلاينت اللي معاك. انت ايه رايك بس في شغله؟ اهم حاجه تحفه. نجربه يعني على ضمانتك؟ احنا بدانا نظهر للناس. ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله. اشكرك، تسلمي يا رب العالمين، اشكرك يا فندم. نرجع للبشره الدهنيه. البشره الدهنيه طبعا ومشاكلها، لان هي الوحيده في مجال التاتو التجميلي اللي فيها المشاكل شويه. تمام. القشره بتسيح اللون، معنى ان هو تسيح اللون المفروض تسمع الكلام اللي هو نقول لها يا ست الكل انت ليكي نوع تاني شغال عليه. فما ينفعش نوع انت ما يركبش على البشره نفسه، خدت بالك؟ فاحنا طبعا عايزين نطلع بسلام عشان تبقى الحواجب طبيعيه بالشكل الطبيعي بتاعها مش مفتعله. لان انا نفسي لما الست تخش مثلا تقوم تقول لي ايه اللي انت شايفه؟ او ايه اللي يصلح معايا؟ مفيش الاسئله دي، لا انا عايزاه ده، عاوزه كذا. انا عايزاه ده، انا عايزاه، هي عايزه بقى شغل بلوك اللي هو بتاع زمان ده. تمام. وطبعا مفيش المفهوم الحديث، مفهوش الكلام بتاع الدق والوشم والدايم، مفهوش الكلام ده خالص. تمام. احنا كل تاثيراتنا ان احنا عايزين نخلي الحاجه طبيعيه زي ايه؟ لا تغيير في خلق الله. تمام. ده اللي احنا عايزينه، ان الست تخش تبقى طبيعيه، ما تتاذاش من الليله. احنا فيديوهات حضرتك بتعرض على الهواء؟ ده هنا الايلاينر. دي الاله اللي انت بتستخدمها يا استاذ شريف، صح؟ دي الروتر ماشين. دي احدث حاجه بالنسبه للي شغل الميك اب. بيبقى فيها وجع، يعني انا حاسه ان هي عباره زي عمليه. على فكره الوجع محتمل، مش اكيد، لان احنا عندنا هنا يعني لما نقول اهو الحواجب مع الايلاينر عاملهم في جلسه واحده عادي، مفيش اي مشكله. وعلى فكره هي يعني دي الجلسه الثانيه، يعني ده تثبيت للي حصل. تمام. اللي هي الحواجب كانت القشره نزعت الليله. طبعا ده ما فيهوش خوف خالص للست. يعني ما تقلقش من كده، ده بالعكس القشره تديها اطمئنان ان ده
هو فطور الشريعه. في ناس اتخضت ساعه القشره ديت. لا مش حرام. بالعكس، لما يعمل قشره او يبهت ده يبقى كويس، الشغل كويس. الله ينور عليك، كويس. لسبب، لان تقبل البشره للون. تمام. بالك هو طبقات، فطبعا عشان تيجي تشتغل بخامه اصليه ما توجعش، ما تطلعش دم. الدم بيسرح او بيطلع للحاجه اللي مش مفهومه للجسم. في عباره خلتني اقف عندها قلتها لي، قلت لي يا استاذه هند انا بلاعب الدم. يعني انا حسيت ان انا قاعده مع يعني حسيت ان انا قاعده مع لعيب. ما ايوه، اللي انت بتلاعب الدم ده، دي يعني مصطلح كبير عايزه افهمه. مخبط الجسم نفسها، لان احنا عندنا حاجه اسمها تاهيل نفسي للزبونه او للعميله اللي بتيجي، تاهيل نفسي واعداد نفسي ليها. يعني مثلا ايه، المفروض ما تجيش مستعجله، ما تقوليش مثلا اصل انا يعني بعمل المناسبه عشان فرح. لها تاثير برضه. إيه؟ الحاله النفسيه ليها تاثير طبعا. طبعا هي المفروض تيجي لك من الساعه 10 الصبح تروح الساعه 10 بالليل. لا لا لا، مش في كل الحالات على فكره. احنا عندنا بس تصميمات الليله الاولانيه دي، بس احنا بنعمل ايه، بنطول فيها شويه لسبب واحد، يعني عشان بس نوصل لحاجه كويسه للجسم. خدت بالك، لان هي ما تتعبش معايا، لان هي البروفا لازم كل الشغل الاول يتقاس بروفات استثناء الايلاينر. قطع حضرتك مره ثانيه، معانا مدخله استاذه روبي. المدخلات دي. الو استاذه روبي. ايوه، اهلا وسهلا بيك يا فندم، اتفضلي سؤالك. اهلا وسهلا بحضرتك، نورتي اسرار الحياه. اتفضلي يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. معاك استاذ شريف. اهلا اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ روبي، عامله ايه؟ ازي حضرتك يا استاذ شريف؟ الحمد لله ماشي الحال. الحمد لله يا فندم، الحمد لله. سؤال حضرتك. سؤال حضرتك ايه؟ انا الصوت بس مش واضح شويه. سؤال حضرتك يا فندم كان على ايه؟ سؤال حضرتك، انا كنت عايزه اسال على البشرات، البشره الدهنيه والبشره المختلطه. بالفعل احنا بنتكلم فيها. تمام تمام يا فندم. ايه اللي ينفع معاه التاتو يثبت معاه فتره اكثر؟ حاضر هقول. تمام تمام يا فندم، هقول. حاضر، اشكرك يا فندم. البشره الدهنيه هي المشاكل في البشره الدهنيه. هي لها تركيبه لون. يعني انا نزلت سيشن كامل مع العميله للشادنج مع ثلاث جلسات على مدار 4 سنين. اللون ماسك معاه طبيعي، لانه انا زي ما قلت من البدايه اشجار البن. خدت بالك، تصنيع البنيات او الاشياء الطبيعيه كلها بتبقى من اشجار البن. لكن الهايكوبي ده استخداماته على الجلد الصناعي. تمام. يعني ليه بقى؟ المفروض ان انا مختص، عندي مثلا حاجه صعبه هروح امسك الجلد الصناعي، وزي ما احنا شفنا على الليله بشتغل وانفذ الحاجه الاول، لان دي بتدي له تحفيز للجلد نفسه يمشي على الطبقه الاولى وبالراحه. ما ينفعش ان انا استخدم حاجه قويه. ليه؟ لان انا عندي مردود زي ما قلنا كده، ايه، مخاطبه الجسم. العب الدم بقى. انت بتجيني هنا في المنطقه؟ لا مش هخليك تجيني في المنطقه. انا بحط لك البنج في الاول عشان ابعدك عن المكان. حط بنج. لازم هو البنج في الاول، ده المفروض. هي لو اتوجعت يبقى ممكن مش نايمه كويس. ممكن يعني في شويه شروط مستعجله. في عايزه تمشي. الاستعجال الاستعجال ده هو اللي مضيع الدنيا. لا هم جايين مفكرين ان انا مصباح علاء الدين، خدت بالك؟ فعلا. ايوه، احنا عامه كل الكوافيرات والله بكلمك بجد ما ينفعش. بتروح هي مسافه ساعه بتخرج خلاص الشغل. بس معلش، انا اللي بتكلم فيه ان الست لو داخله على المختص المفروض بتسيب نفسها وعامله وقت للكلام ده. المفاهيم بقى عايز تتغير. يعني هي مثلا بتيجي بتسالني بتقول لي بقعد قد ايه؟ بقول لها ساعه، انت قولي ساعتين. ساعتين قول ثلاث ساعات. ادي نفسك وقت. ما تجيش قبل مناسبه، لان مش هينفع. لا ليه؟ عشان انا عندي قشره. يعني الموضوع بس بياخد من حوالي 4 أيام لـ5 أيام، فده طبعا بيفرق معاه شويه في الشكل. طبعا هي عايزه الشكل الطبيعي، يبقى هتستنى ان هي تخش في الشكل الطبيعي بعد القشره على طول. لان يعني اللون بيظهر بعدها. تمام. استاذ شريف، حضرتك بتتواصل مع كل الناس في كل المحافظات ولا محافظات معينه بس؟ والله انا بتواصل فعلا مع كله، وعلى فكره انا يعني من الاغلبيه بتصل بيها بعد الشغل، بطمن على حاله العمل معاهم واقول لهم في اي استفسار، في اي شيء الايضاح موجود والاستفسارات موجوده والاسئله المحيره في اجابتها موجوده. احنا برضه عايزين نوضح للساده المشاهدين يا جماعه ان استاذ شريف او دكتور شريف مش مجرد خبير تجميلي في مصر، لا ده عاش فتره كبيره جدا 27 سنه في روسيا، وكان برضه شغال نفس المهنه ديت، ولكن هو استغنى عن البلد اللي هي روسيا وجا عشان ينقذ
سيدات مصر والله العظيم والله بكلم. ايوه ده. فعلا الست المصريه مظلومه في حته التجميل بالذات، ما عندهاش الثقافه، لازم الثقافه للموضوع، لازم تقرا كويس وتعرف كويس للموضوع، لان شغل التاتو التجميلي غير الدق والوشم والشيء والوشم والدايم ده فكر قديم عفى عليه الزمن وما زال احنا بنحاول نصلح. لا احنا عايزين، انا عن نفسي انا قلت احنا بنعلم والمختصين هناخدهم ونعلمهم المفاهيم المظبوطه. اهم حاجه تثقيف الجمهور ده اهم المهم. حاجه طب نصيحه ليهم بقى حلوه كده، نصيحه حلوه انا نفسي يتعلموا التاتو التجميل بصراحه، لازم ما يدخلوش بس يقولوا دق ووشم ودايم ده خلاص المواضيع دي لا، لان ده اللي حرام على فكره. يعني لما نيجي للحرمانيه هو ده اللي حرام، لانه داخل للدم. لما نقول تاتو تجميلي للوش يبقى هو مش داخل للدم على الطبقه الاولى اكيد، زائد ان هي الجلسات ما استعجلوش عليها، لان دي فرصه الجسم بيتنفس وبياخد اللي ليه وبيرمي اللي عليه. خدت بالك؟ نسيبنا بقى من التاتو، في حاجه بقى توريد الشفايف. يعني بصي انت شفايفك متورده ازاي؟ اللي انا عرفته بقى في مجال الاستاذ شريف اني ما بتحطيش روج، هو ده بيبقى شفايفك. بس مش مش باللون الزياده، هو باللون الطبيعي. يعني لما نقول التوريد ده طبعا حساس في مصر شويه، عشان هم مفكرين ان هو اللون الاحمر لا هو الطبيعي ده. لا انا قلتها حتى في فيديو، قلت تجيب طماطميتين تحطهم فوق بعض هيبقى تبقى حمراء كويس. حساس ايه يعني ازاي حمراء قوي؟ ما فيش الكلام ده، هو احنا بنقول احمر لحمي للشفايف عشان اللون الطبيعي، لان في كلتا الحالات هي لو خدت التوريد هيبقى الغامق يبقى فاتح والفتح يبقى غامق. بس فعلا في شفايف يا استاذه ايه ما تبقاش لونها وردي، بتبقى بيضه، نسبه الانيميا بتبقى نسبه الانيميا حاجه زي كده او سوء التغذيه. لا مش الانيميا، هي دي قله ميه في الجسم. لان الميه هي اللي مسؤوله عن ترطيب الشفايف. تخيلي نفسك ماشيه في صحراء هتعملي ايه؟ شفايفك اول مصدر أول هو اللي بينشف. لذلك احنا في الشتاء، يعني انا في رمضان بمنع شغل التاتو تمام اللي هو الشفايف. ليه؟ عشان ما يأذيش ليها، لان هي صايمه شفايفها هتبقى ناشفه. هتعمل قشره هتشيل تهد اللي انا بعمله اساسا. فانا بقول في رمضان لا، احنا نشتغل على الحواجب والايلاينر ده بعد الفطار ماشي، لكن قبل الفطار ما فيش شغل في الصيام. الايلاينر ده بيقعد يوم واحد جلسه واحده ولا بيبقى برضو لازم يتعاد؟ لا ما احنا قلنا نستثناء من الموضوع عشان ده اسود وخاص بيه، يعني الاسود بتاعه مش مضر، بس لو اتعمل باسود غير الاسود المختص بيه مش صح، تمام هيأذي العين. لذلك هما كانوا بيسألوا على الورم في الايلاينر. في ناس بتدي حقن التخدير اللي هو بتاع السنان ده، غلط على فكره. بيعمل ممكن يتسبب في العصب البصري بتاع العين او ممكن في العصب السابع، ده غلط. الحقن في الشفايف بالتخدير ده غلط على فكره، مش صح. انا عايز اقول الكلام ده والناس تسمعه فعلا، لان في كتير شغالين على الكلام ده، بيكور العضله. انت متخيله يعني ايه يكور العضله؟ بوظها طبعا. احنا في من الساده الفنانات الممثلات اللي عندنا الافاضل، في منهم على فكره عاملين وشوم في الحواجب بتاعتهم. انا نفسي يجوني هصلحهم. احنا عندنا سر التصليح يعني. احنا عندنا اي حاجه تتصلح ان شاء الله. الازاله طبعا، الازاله انا قعدت 8 سنين فيها عشان اطلع السر بتاعها ده، وقلت اهو لله ويتعلموا يصلحوا اخطائهم خير ان شاء الله. هنعمل ايه يعني؟ نعمل لهم ايه اكتر من كده؟ لا المهم بس الاكاديميه تتفتح، لان والله دي بمساعده ربنا ثم الناس هي تتفاعل معايا بس، ويقدروا ان هم يتناوبوا على الموضوع ويبداوا يحطوه كثقافه. اكيد خدت بالك ده هيقويني اكتر، ان انا وزمايلي نقدر نعمل حاجه ليهم كويسه جدا يستفيدوا منها. برضو من ضمن الاسئله يا استاذه ايه برضو، ان اللي خطرت على بالنا وجات لنا من المشاهدين ان هم عايزين فعلا يعملوا تاتو بس هم خايفين من الوجع. هل الوجع بقى في الحواجب زي الوجع في الشفايف؟ مختلف طبعا. ازاي؟ هي كلها حسيه بسيطه خالص على فكره. يعني انا بقول لك لو نامت كويس وبص التاتو عامل زي الفتوه، خدت بالك داخل عليه كده لازم تاكل الفتوه ده. خدت بالك هو اعداد نفسي قبل اي شيء. تمام. يعني هي لو حطت في نفسها كده وهي طالعه من البيت هتاخد حاجه حلوه، شيء طبيعي، هتبقى هاديه وكويسه ومفيش الامور دي. لان بره مفاهيم التاتو من غير بنج على فكره. أيوه. حتى في الجسم من غير بنج، بس طبعا عشان بره غير عاداتنا وتقاليدنا. حضرتك بتعمل بنج ولا من غير بنج؟ لا في كده وفي كده. في ست لو هي بتستحمل اشتغل. ليه بقى؟ هي اللي بتطلب ولا حضرتك اللي بتطلب؟ البنج بينزل بيملى الخلايا او المسام الميه بتاعته او الكحول بتاعه جوه الماء، فده بيعطل اللون انه ينزل. تيجي في القشره بص تلاقي القشره ضخمه. ليه؟ عشان انت عطلت اللون بالبنج.
لا انا عايزك بس تستحملي سنه، هو ما بيوجعش لان احنا المفروض بنشتغل بالراحه. ولو حتى سرعنا ما بيبقاش وجع محتمل، مش اكيد يعني. فطبعا عشان نشتغل عليه يعني بكل رغد وكده لازم هي تكون نايمه كويس، جايه مستعده للموضوع. لذلك بنقول الجلسات الاولى بروفا عشان هي بتبقى جايه عارفه كل حاجه. خلاص بقى الله ينور عليك. لازم بروفا وما تجيش وراها حاجه. يعني انا عايز اقول لهم ان ما فيش حاجه ثابته من اول مره الا الاسود، والاسود غلط غلط غلط. انا برفضه رفض تام في الحواجب، لان بصي رمادي ازرق اخضر لون بني محمر بنفسجي، دول ايه هما؟ الرمادي ده نسبة الرصاص عالية، الاخضر ده نسبة الدم ماسكة اللون عشان الحديد فيه اعلى. استاذ شريف طبعا حلقتنا جلد في ثانية. الحلقة 25 شوطنا. ان شاء الله محتاج يعني سلسلة حلقات مش حلقة. لا ما هو ان شاء الله ان شاء الله يا استاذة ايه استاذ شريف هيبقى معانا في سلسلة حلقات تانية علشان نفهم الغلط باذن الله. شرفنا بحضرتك يا فندم ونحاول نقدم لكم كل جميل يعني. المرة الجاية عايزين نطبق على حد باذن الله. انا هعمل لكم ان شاء الله سيشن عملي للتوريد الاول عشان نتكلم فيه، لان هو اسهل حاجه نبدا من تحت لفوق يعني باذن الله. وان شاء الله يبقى عليكم ان شاء الله. وصلنا لنهايه حلقتنا. طبعا قبل ما اختم حلقتي كل سنه وكل ام طيبه وفي خير وسعاده يا رب. الام دي يعني بيت من الدعاء ربنا ادهن. استاذه هند كنت عايزه تقولي حاجه؟ انا طبعا انا من برنامج هنا كنت بقول لكل امهات في اول حلقه كل سنه وانتم طيبين، وانا من برنامج هنا بقول لامي الله يرحمك يا امي كل سنة وعيدك في الجنة. كنت أتمنى بس الناس تكون معايا عشان تشوف نجاحي ونجاح أختي وشقاها وتعبها. كانت بمثابة الأم والأب. الله يرحمك يا أمي وألف شكر على مجهودك وتعبك. الله يرحمك يا أمي. ربنا يرحمك. تزورونا في حلقة جديدة من برنامج أسرار حياتي.